خلينا الآن مشاهدينا نروح لموضوعنا الرئيس وحديثنا عن استطلاع أجرته وكالة التحليلات والأبحاث الاستراتيجية العالمية BCW على شريحة كبيرة من الشباب العربي. ويعتبر هذا المسح مشاهدينا المستقل الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. هذا الاستطلاع تم على شريحة شباب تتراوح أعمارهم من بين 18 إلى 24 سنة في 50 مدينة ضمن 17 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم اختيار جميع الشباب المشاركين حصرا من مواطني الدول المشمولة، وكانت نسبة الذكور إلى الإناث 50-50. وأجري هذا الاستطلاع في الفترة الممتدة من 6 إلى 30 يونيو 2021 للشريحة السكانية الأكبر في العالم العربي. ويعمل الاستطلاع مشاهدين على سد ثغرة واضحة في البيانات والرؤى حول هذه الشريحة الاجتماعية المؤثرة، ويمنح الحكومات والقطاعات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية معلومات قيمة تلهم توجهاتهم في رسم السياسات وصياغة استراتيجيات الأعمال. وخلينا نتابع كيف ينظر الشباب العربي للمستقبل ونرجع نناقش الموضوع بشكل موسع. حديث أكثر المشاهدين عن هذا الاستطلاع وأبرز نتائجه ينضم لنا في الاستديو نضال الأسعد النائب الأول لرئيس شركة أصداء BCW. صباح الخير أستاذ نضال، وأهلا وسهلا، منورنا. صباح النور، أهلا. في البداية يعطيكم ألف عافية، مشروع هذا الاستطلاع يعني رائع ويبرز كثير من الأرقام، ومشروع قديم بدايته من 2008، لكن خلينا نتكلم عن 2021 في البداية. أبرز يعني هدف لإقامة هذا الاستطلاع من قبل شركتكم؟ طبعا شكرا أول شيء للاستضافة، سعيد بوجودي معك أخ هاني اليوم. مبدئيا الاستطلاع بلشناه مثل ما ذكرت 2008، كان مبني على حاجة رئيسية. احنا شركة استشارات واستطلاعات رأي، استهداف الجمهور ومعرفة توجهات الجمهور كان عامل رئيسي في عملنا. فحبينا نفهم شرائح الجمهور. لما نظرنا للمنطقة وجدنا المنطقة فيها شيء خاص، وهو أنه الغالبية فيها شباب، 200 مليون شاب. فتوجهنا بهذا الاستطلاع من 2008 وركزنا على بعض النقاط الرئيسية اللي تفيدنا احنا بعملنا وتكون مساهمة لصناع القرار ومختلف القطاع الخاص في وضع سياسات للمنطقة للمستقبل. أستاذ نضال، أنت ذكرت من 2008 تقومون بهذا المسح وهذه الإجراءات، ولكن بالنسبة للعام الأخير ما هي النتائج اللي كانت مفاجئة بالنسبة لكم ل2021 برأي الشباب؟ والله هي المفاجأة إيجابية. مفاجأة إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا بكل سنة بنسوي الاستطلاع دائما يكون في عنا نتائج، علما أن إحنا صارنا 13 سنة نشتغل على الاستطلاع. وتوقعنا صراحة مع وجود الكورونا والتقلبات اللي صارت على مستوى العالم إنه يكون في نوع من الإحباط عند الشباب العربي. لكن الشباب العربي طبيعته متفائل بالمستقبل، وهي كان أبرز النتائج اللي شفناها، وأتصور هاي فرصة لأنهم يغيرون مستقبلهم للمرحلة الجاية. طيب أستاذ نضال، ما هي تطلعات الشباب العربي وأبرز التحديات اللي يواجهها الشباب؟ هي تطلعات حقيقية وأساسية لحياة كل شاب. الشريحة السكانية التي نستهدفها 18 إلى 24 سنة. بهاي الشريحة السكانية بدهم يبنون حياتهم، منزل، تكاليف المعيشة، عمل جيد، تعليم جيد. فالتطلعات هي تطلعات أساسية، احنا نسميها التطلعات الأساسية لحياة كل شاب. والتحديات كبيرة، التحديات في التعليم، التحديات في البطالة، التحديات في ارتفاع تكاليف المعيشة في بعض البلدان عن غيرها. وهذه تحديات الشباب يطالبون في وجد حلول لها لاستمرار طريقهم المستقبل. أستاذ نضال، هل جاءت نتائج الاستطلاع متوافقة في المناطق الجغرافية اللي يغطيها الاستطلاع؟ يعني على سبيل المثال، هل تطلعات الشباب مثلا الشاب اللي في الرياض، هل تطلعاته تشبه الشاب اللي في الخرطوم؟ هل اللي في الخرطوم تطلعاته تشابه الشاب اللي في البصرة؟ هل اللي في البصرة يعني في القاهرة؟ تماماً. أنا عجبتني كنت أتكلم معك قبل الاستوديو، أنت تقول لي إحنا بذهننا أنه كيان واحد، كيان واحد. ولكن يعني للأسف
هي مناطق جغرافية. نعم. وإحنا استطلاعنا أخذ بهذا الاعتبار، في عندنا منطقة الشرق المتوسط أو المشرق. نعم. العربي اللي هي سوريا والأردن وفلسطين وغيره، عندنا منطقة جوه مجلس التعاون في تجانس بنوع التحديات الموجودة. نعم. وعندنا شمال أفريقيا، التحديات تختلف من دولة لدولة. فعندما تكون دول شرق المتوسط تحديات البطالة والفساد الحكومي، نجد هناك تحديات أخرى موجودة بمجلس التعاون وغيره، لكن بمعظمها هي تحديات واحدة. تحديات يعني متشابهة تقريبا. متشابهة، الدرجات تختلف. يمكن لأن الفئة العمرية الطموح واحد. طبعًا. الكل طبعًا. ينظر إلى المستقبل، الكل يعني ينظر إلى في حياة أفضل. في شيء يعني جيد، وأتصور حتى جيد لكل الناس أن يعرفوا، أن هناك في ثقة عالية بالمستقبل، غير أنه التفاؤل وثقة في أن الحكومات ستغير من هذه التحديات، وهذا جيد جدا الحمد لله. في بالنسبة يعني نظر لدول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية أبرز النتائج اللي لفتت انتباهكم بالنسبة للمملكة؟ الشباب ثقتهم العالية في خطة التنوع الاقتصادي. نعم. مهم جدا الشباب وثقتهم في أنهم يبدأون أعمال جديدة بعيدا عن الحكومة. هناك أرقام تدل على أن الشباب عندهم رغبة في دخول القطاع السياحي بما شهدته المملكة من تغيرات على هذا القطاع، وهناك نسبة تصل إلى 60% من الشباب. فإذا الشباب يرى التغيرات من حوله ويجدها فرصة أنه يبني مستقبله على أساسها. فعلا هو الشباب هو يعني عنصر أساسي في هذا التغيير. إيه. ومساهمته لازم تكون يعني مباشرة. الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة كبلد مثالي، كثير من الناس والاستطلاعات يعني كثير من الشباب يرغبون في العيش في هذه الدولة الطيبة، ولكن ما هو السبب برأيك يعني بالأرقام؟ لماذا الإمارات ما شاء الله دائما محافظة على هذا المركز، دائما هي حلم للحياة، حلم للعمل، حلم للاستقرار؟ في عاملين إيجابيات. أولا الإمارات للعام العاشر على التوالي. نعم. بنسبة 47% مقارنة بالولايات المتحدة اللي بعدها 19%، وهذا عامل مهم. العامل المفرح بالنسبة لي كعربي أنه خيار الشباب العربي هو بداخل العالم العربي. ممتاز. فجيد جدا أنه الشباب العربي ينظرون للنموذج العربي الناجح. نعم. هو نموذج. إجابة على سؤالك، هناك أيضا أشياء مهمة لحياة الشباب. فرص العمل، مستوى الحياة، التعليم. نعم. الرواتب العالية، فإذا كلها فرص متواجدة في دولة الإمارات مقارنة بما يعيشه الشباب العربي في بلدان. نعم. أستاذ نضال، احنا ذكرنا يعني في مقدمة الموضوع انه راح في كثير من الدول والحكومات والشركات والجهات تستفيد من هذا الاستطلاع، ولكن كيف يقدرون يعني يستفيدون من عنده بالقدر الأمثل والأكبر؟ الاستفادة عن اولا هذه مساهمة مجتمعية من شركتنا. نعم. احنا نضع هذا الاستطلاع على موقعنا الانترنت لكل صناع القرار، وبالإضافة احنا هناك كثير من صناع القرار بالفعل مهتمين بهذا الموضوع، ونعطيهم البيانات التي تختص بالقطاعات التي يركزون عليها. باختصار كمان لو سمحت، الأسئلة اللي قمتوا فيها من يعني ما هي الأسئلة اللي سألتوها انتم او منهجية البحث اذا صح التعبير؟ منهجية يعني سؤالين ثلاثة. منهجية البحث طبعا هو أول عامل مهم لمصداقية الاستطلاع، هو استطلاع فيس تو فيس، مقابلات مباشرة وليس استطلاع أونلاين، مش أونلاين أو تليفونات. لمواطني الدولة نفسهم طبعا في سكرينينج كويشنز اللي هي الأسئلة اللي احنا نختار العينة الأساسية. نعم. وهناك أسئلة متنوعة تصل أحيانا ل 160 سؤال. شكرا أستاذ نضال، أتمنى لك التوفيق، ومشكورين على هذه المبادرة الرائعة واللي فيها مجهود جدا كبير. شكرا جزيلا. شكرا. الله يسلمك. شكرا. نشوف مشاهدينا بعض النتائج والآراء عن هذا الاستطلاع.